سمقة الضيافة في دائرة في محافظة المثنى. عندهم ميزانيتين، ميزانية تشغيلية وميزانية استثمارية، صارفين تقريبا 500 مليون بهاي بسنة 2014، 500 مليون على من التشغيلية و400 مليون من الاستثمارية، تقريبا 900 مليون دينار صار فيهن كباب وسمك. المهم بالتقريب بسنة بسنة وش يقول؟ يقول لإطعام لوجبات إطعام شيوخ ووجهاء العشائر وشعراء وإعلاميين. بربك احنا دولة ما عندنا مدرسة تصرف لك مليار دينار، مليار دينار تقريبا كباب وسمك. ولما اجيت انا قدمت الجداول قلت له شوف يا استاذ بس دقيقة، هذا تحت الشعار اقرب طريق الى القلب المعدة، هي بالضبط. لما اجيت للسادة القضاة، ثلاث قضاة حطيت الجداول بعد ما شملوهم بالعفو دون ان تسترد الاموال، اعطيتهم كل واحد القضاة، قلت له استاذ هاي لك وحدة هاي لك وحدة وانا عندي واحد تقريبا. قلت له استاذ شوف الوصولات، الوصولات متسلسلة 102 103 104 105 خلال شهر متسلسلة الوصولات، وبعدها تجي تقفز 205 206 207 بهالشكل، معناه انه هذا عندهم دبلك ويكتبون الاسعار. هاي على اساس فواتير مال المطعم. استاذ شنو اللي صار؟ على اساس دليمالات المطعم؟ نعم، احد القضاة يعني اللي يعني كان جزء من القرار سوى صفق ايده بهالشكل، قال غشنا او قشمرنا ومدير ممثل القانوني مال ديوان الرقابه وش ماله جاي من بغداد، هاي العبارات نفسها. انا ما شفته بهالشكل، قلت له استاذ انت حضرتك طبعا انتم تصورون انه انا راح احزن لان اكو 896 مليون دينار ذني راحن، كان ممكن تسرد الدوله وراحن، تصور انا راح اضوج. قلت له لا انا ما اضوج من هاي القضيه. ليش؟ قلت له لان انا حتى لو ما ارجعهن للدوله راح يجي حرامي ثاني يسرقهن، لكن انا اسويهن لغرض مهم في نفسي. قال شنو الغرض؟ قلت له استاذ انا اريد لما اقعد الصبح واشوف روحي بالمرايه اقول هذا الشخص اللي امامي سوى عليه، لان ان تكون بالمكان الصحيح، ان تكون بالمكان الصحيح من الحقيقه والتاريخ هذا انجاز كبير يعطيك الرضا او القناعه الاخلاقيه. انا ارد احقق القناعه الاخلاقيه، ارد اسوي الشيء الصح، اما يعني الايحاء انه اللي ما يسوي الصح انا ما مسؤول عنه. يعني للاسف للاسف حقيقه انا اشعر بالشفقه على نفسي احيانا، افكر انه انا ضيعت جزء كبير من حياتي دفاعا عن حقوق كان ممكن ان تسترد بشخطه قلم من قاضي. دائما اقول لك شيء حتى لا تاسوا على نفسك ولا تتاسف، دائما صناعه التاريخ من الصناعات الثقيله جدا، وما عندهم وما عندهم ينفذ وحياتك، لكن باكر اليوم التاريخ يكتب الجوجل بس كتب ناس سنجم بس بتواريخ الناس. يعني أنا من فعل نقاط ورماح عالية تفتخر بها باكر.